السلام، مرحبا بكم في قناتكم شيوات مريم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم ماسك للتبييض وتوحيد لون البشره، رائع بزاف 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 البنات ومجرب 100%. غنحتاجوا ليه الخياره كبيره اللي محكوكه بالقشور نتاعها، تنشدوها تنغسلوها مزيان وتنحكوها. غادي نحتاجوا الكاس كبير نتاع الحليب الطازج، تاع من الافضل يكون تاع الطازج البنات تاع البقر ماشي تاع الشاصيات. غادي نزيدو الحليب على الخيار وغادي نخلطوهم مزيان، نخلطو الكل جيدا ونوضعوه، غادي نغطوه بلاستيك غذائي ونوضعوه في الثلاجه لمده 9 ساعات البنات. من بعد 9 ساعات تنجبدوه وتنصفيه وغتشوفوا الطريقه البنات. من بعد ما مرت 9 سوايع البنات في الثلاجه تنحصلوا على هذا الشكل هذا. كي تشوفوا الحليب تيعقد، غادي ناخذوه وغادي ناخذوا صفايه، غادي نصفيو هذا الخليط هذا وغادي نحتفظوا به في قنينه تاع الزجاج. غادي نوضعوه في الثلاجه تبقى صالح لمده تاع اسبوع في الثلاجه. غادي ناخذوه كل ليله تناخذوا قطن وتنغطسوه في هذا المحلول هذا وتندوزوه على الوجه نتاعنا والعنق نتاعنا، تنخليوه لمده تاع 3 ساعة وتنغسلوا الوجه تاعنا. اولا ممكن لبتو نتيجه زوينه البنات تباتوا به ليله كامله، راه ما فيه حتى شي اضرار، فقط توحد اللون وترطب الجلده وتحيد هذوك التصبغات اللي تيكونوا في الوجه. نتمنى هذا الماسك البنات تجربوه، راه مجرب 100%. وما بقى نقول لكم بسلامه.